السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. هنعمل النهاردة وصفة تحفة جدا وكلنا بنعشقها وما بيختلفش عليها اتنين. هنعمل يا حبايب قلبي النهاردة البسبوسة بكل تكتها وحركاتها وبكل طريقتها المظبوطة 100%، وان شاء الله تعمليها كده بطريقتي وتبهري ضيوفك وحبايبك وطبعا ولادك، وتعمليها بكل التكات والحركات. بس لو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس على الكل علشان يوصل لك كل جديد من تكات وحركات سمسمة، وما تنساش تقول لحبايبك واصحابك على التكات والحركات، وما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك، اللايك مهم جدا. يلا بقى نشوف معانا مقادير ايه ونقول بسم الله. معانا حبايب قلبي 4 كوبايات من دقيق البسبوسة او السميد او السمولينا، معايا 2 باكت من الفانيليا، ومعايا 2 كبار من جوز الهند الناعم، 1 كوباية من السكر السنترافيش، معايا 1 كوباية من الحليب او اللبن طبعا كامل الدسم، معايا 1 كوباية من السمنة السايحة سواء سمنة عادية او سمنة بلدي اي حاجة، معايا 2 كبار من عسل النحل او عسل الجلوكوز، ومعايا لوز كده حسب الكمية اللي احنا حابينها، او لو ما كانش ممكن نحط فول سوداني اي حاجة، وممكن من غير حاجة خالص. احنا اتفقنا ان احنا نعمل كل التكات والحركات بأقل الإمكانيات بكل حاجة موجودة في البيت. ويلا نقول بسم الله. أنا نسيت أقول لكم يا حبايب قلبي في المقادير إن احنا هنستعمل برضو 2 كبار من البيكنج باودر، بس 2 مش المعلقة الهرمية الكبيرة، لا 2 معلقة من بتاعة الشاي، هناخد منها 2 معلقة بس بيكنج باودر. يلا بقى نقول بسم الله ونشوف كل التكات والحركات، وما تنسوش تحطوا اللايك. اه يا حبايبي، انا هجيب اول حاجه كده اقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك. هبتدي اجيب دقيق البسبوسه بتاعي وانزل عليه ب2 معلقة جوز الهند، ودول بيدوله طعم جميل جدا اهو. وبعد كده تابعوني بس انتوا في الخطوات، وان شاء الله الطريقه دي هتطلع ناجحه 100%، ومش هتطلع معاكي ناشفه خالص. بس امشي بس على الخطوات اللي انا هقولك عليها، هتبقى الطريقة تحفة جدا وهتعجبك، انا واثقة من كده جدا جدا. بصوا بقى، يعني المعلقة الصغيرة بتاعت الشاي اهي، انا كنت هحطبها اهو اهو، ادا 1 ده البيكنج باودر، طبعا هي مش كيكة علشان نكتر من البيكنج باودر، احنا بس بنحطه ليه بقى؟ علشان البسبوسة بتاعتي تبقى هشة من جوه وحلوة، ما تبقاش مكتومة، وفي نفس الوقت انا مش عايزاها عالية خالص، علشان ده يعني دي بسبوسة مش كيكة. تمام كده حبايب قلبي. الخطوة اللي بعد كده هجيب 1 كوباية السمنة وهحط عليها 1/2 كوباية السكر، اول هحط 1/2 كوباية السكر، طبعا 1/2 كوباية السكر لو دول 2 كوباية من السميد، يعني على كل 2 كوباية سميد 1/2 كوباية سكر، فدول 4 كوبايات من السميد، يبقى هحط عليهم 1 كوباية من السكر اللي هو السنترافيش ده. زي ما قلت لكم امشوا على الخطوات، ولو عاوزين تقللوا الكمية انا برضو هكتب لكم المقادير بالظبط في صندوق الوصف اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك. بصوا حبايب قلبي، الخطوة اللي بعد كده اهو، هجيب السمنة اللي هو 1 كوباية السمنة السايحة اهو، نزل كل المقادير لازم تكون مظبوطة، يعني 4 كوبايات من دقيق السمولينا او دقيق السميد او دقيق البسبوسة ايا كان المسمى، بنزل عليهم ب1 كوباية من السمنة و2 كبار من عسل الجلوكوز او عسل النحل، طبعا عسل الجلوكوز
موجود في كل مكان عند العطار او عند مستلزمات الحلويات، يعني متوافر. ولو مش متوافر بنعمل شربات تقيل او عسل نحل. طبعا الحاجات دي كلها بتبقى موجودة ومتوفرة اهو. طبعا احنا عارفين ان هو بيبقى تقيل جدا، وانا يعني عايزة انزل كل ذرة فيه علشان الوصفة بتاعتي تبقى معايا مظبوطة. وهنشوف مع بعض كل التكات والحركات، يلا بينا. وما ننساش نحط السمسمة اللايك. هبتدي بقى حبايب قلبي ادوبهم كده مع بعض. طبعا انا مدفية السمنة تدفية بس، يعني انا مش مسخناها، انا مدفياها بس مخلياها تفك من بعضها كده اهو. طريقتها سهلة جدا جدا، بس مش كل الناس بتظبط معاهم البسبوسة. وطبعا هنعرف مع بعض ليه دلوقتي. البسبوسة من الحاجات، الدقيق بتاعها من الحاجات اللي هو بيشرب السوائل بسرعة جدا، فمن اهم التكات يا حبايب قلبي. وده اللي خلاني ان انا مفصلش معاكم الفيديو، ان من اهم التكات ان انت تعمليها واول لما تخلصيها تحطيها في الفرن على طول. طبعا انا دلوقتي هبتدي اولع الفرن بتاعي يسخن على بال ما اكمل كل التكات والحركات اهو يا حبايب قلبي. انا خلاص بصوا الخليط بتاعي اللي هو عبارة عن معلقتين كبار من عسل الجلوكوز وكوباية من السمنة، وهنزل عليهم كده اهو، انزل كله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تحفة جدا. واهم حاجة ان احنا نبس البسبوسة كويس جدا، يعني كل حبة فيها هو عامل زي حبة الرمل، انا عايزة كله يشرب كده والسمنة كلها تدخل في الدقيق. انا عايزة بسه كويس جدا، ودي اهم كمان خطوة في الموضوع كله، ان انا بس كل الخليط بتاعي اهو زي ما احنا شايفين اهو. طبعا انا مش حابة افصل الفيديو علشان نشوف كل التكات والحركات، لان زي ما قلت لكم الخطوات سهلة جدا بس بتنشف معانا ومش بتظبط. فان شاء الله الطريقة دي هتعجبكم وهتجربوها، انا واثقة من كده. وطبعا تكتبوا لي كده في الكومنتات ان انتوا عملتوها وجربتوها وعجبتكم. وما تنسوش يا حبايب قلبي طبعا الدعوة الحلوة اللي تخليني كده طايرة في السماء. وطبعا انا بشكركم جدا على ثقتكم فيا وعلى متابعتكم ووجودكم عندي على راسي من فوق، وان شاء الله مع بعض هنكبر وهنكسر الدنيا اهو يا حبايب قلبي. انا خلصت بس البسبوسة، ستي بسبست لي بسبوسة زي ما كانوا بيقولوا لنا زمان، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده تحفة. ما تنسوش يا حبايب قلبي وتسرحوا كده وتنسوا اللايك لسمسمة علشان بيكم نكبر ونكسر الدنيا. طبعا انا من غيركم ولا حاجة، ان شاء الله نكبر مع بعض. انا بقى بحب حبايب قلبي احط باكت كده من الفانيليا، بيديها ريحة حلوة جدا، يعني انا من عشاق الفانيليا في البسبوسة، بتديها يعني ريحة حلوة جدا اهو. ابتدي بقى في المرحلة دي بقى. بصوا انا مجهزة معايا صينية، ماشي. الصينية دي بقى بيبقى مقاسها حسب كمية البسبوسة، تمام. يعني احنا ممكن بقى نزود نقلل، فمش مش هنبقى ماشيين بقى على المسطرة بالظبط ونقول لا الكمية دي تاخد الصينية دي. بصوا بقى اهم حاجة بعد كده، ودي اهم حاجة علشان البسبوسة ما تنشفش، ان احنا هنضيف اللبن ومش هنعجن. انا هقلب بس تقلبتين تلاتة كده خفاف، ان انا يعني الخبط اللبن زي ما قلت لكم وما نزودش عن كده
احنا مش عايزين نعجن، يعني مش عايزين نطول، تقلبتين تلاتة كده بس، علشان ده اللي بيدي الطراوة، بتبقى طرية وتحفة جدا زي بتاعة الحلواني بالظبط. انما لما بنزود عليها شوية بتنشف معانا البسبوسة وبتبوظ، وبتطلع زي ما احنا شايفين كده، بتطلع مش حلوة وناشفة. فبنقعد نقول بقى هي ليه مش حلوة زي بتاعة الحلواني. اهو بصوا، انا دخلت اللبن بس كده، تمام تمام جدا، يعني حلو جدا. ابتدي بقى اهو يا حبايب قلبي، طبعا احنا ماشيين مع بعض خطوة بخطوة اهو. هنزل بالبسبوسة بتاعتي، والخطوة دي بتكون سريعة جدا، يعني مش عايزين نعمل الموضوع ده او الطريقة دي، مش عايزة اعملها ببطء، علشان البسبوسة بتاعتي دي السميد هيشرب كل السوائل اللي هي السمنة واللبن، وبعد كده هتلاقاه معايا هو عامل زي السفنج بالظبط، بيشرب كل السوائل اهو. بصوا بقى، طبعا هي اللبن مخليها سايلة اهو، بصوا اللهم بارك، شايفين؟ ومقاس الصينية دي بالظبط. طب الصينية دي مقاسها 24 لـ26. بعد كده بصوا بقى اهو، شايفين؟ انا اسفة على الصوت بس لازم كده، انا بفرغ كل الهواء منها وبتظبط معايا، شايفين كل التكات والحركات؟ طبعا انا اسفة على الصوت يا حبايب قلبي، بس شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا انا عندي فول سوداني ماشي، عندي لوز ماشي، ما عنديش حاجة برضو ماشي، يعني مش هنقف على حاجة معينة، احنا هنفرح بس ولادنا كده والله العظيم بأبسط الحاجات خالص. الطفل بيفرح خصوصا لما مامته بتخش كده المطبخ وتقوم تعمله كده حاجة حلوة. طبعا الشتاء بيحتاج الحاجات المسكرة الحلوة بتدفي، فما تكسليش بقى وتقعدي بقى تحت البطانية كده، احنا لسه بدري عن الكلام ده، وتقومي تعملي لولادك احلى التكات والحركات واحلى بسبوسة ممكن ياكلوها من ايدين سمسمة ان شاء الله. وطبعا انت هتجربيها وهتعمليها، انا واثقة انها تعمليها احسن مني كمان، لان كل ام بتعمل لولادها الحاجة بحب. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، بصوا شايفين كل التكات والحركات، حاجة كده تحفة جدا. اتمنى بس ان هي تعجبكم، واتمنى ان لو الوصفة عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك. بسم الله ما شاء الله تحفة اهو، اللهم بارك. ايه رأيكم بقى في الجمال ده كله؟ بصوا تحفة، شايفين كل التكات والحركات. يلا بقى ندخلها الفرن، طبعا احنا عايزين فرن سخن، مش عايزين هو ما يبقاش سخن قوي وما يبقاش هادي قوي، يعني انا عايزاها على درجة حرارة من 180 لـ190. هدخلها لحد ما تبتدي تاخد لون، وبعد كده هنشوف مع بعض هنعمل ايه. يلا ندخلها الفرن ونشوف كل التكات والحركات. طبعا يا حبايب قلبي هي هدخلها في الرف اللي في النص، وطبعا هي بتاخد حوالي نص ساعة. طيب في الوقت ده بقى احنا هنعمل ايه؟ تعالوا نشوف بقى نعمل ايه حبايب قلبي في المرحلة اللي بعد كده. هنعمل ايه؟ معايا كوباية من السكر، احنا هنعمل دلوقتي الشربات بتاع البسبوسة، واهم حاجة ان هو لازم يكون خفيف. كوباية من السكر، عليهم كوباية وربع من المية اهو، كوباية وربع من المية مش اكتر من كده حبايبي، ونبتدي نقلبه كده تقليبة كده حلوة قبل ما احطه على النار. وطبعا انا مش هقلبه اهو، انا مش هقلبه بحاجة معدن او بمعلقة، انا عايزة اقلبه باي حاجة تانية غير المعدن او غير المعلقة اللي احنا بناكل بيها، علشان ما يسكرش معايا، انا مش عايزاه يسكر.
وزي ما قلت لكم ان شربات البسبوسة بيكون خفيف. يلا بقى هحطه على النار 5 دقايق بس، مجرد ما يغلي هطفي عليه ومش عايزة اكتر من كده. يلا بقى نشوف كل التكات والحركات، ولما يجهز هوريه لكم. حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، البسبوسة خرجت حالا من الفرن. طبعا هي لما اتحمرت كده من الجناب انا بدأت اشغل الشواية كده عليها، ننزل بقى وهي سخنة كده والشربات سخن. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، شايفين بقى الجمال بقى كله. فين بقى العسل بتاعنا؟ طبعا يا سخنة فين، ولا نقطة عسل. شايفين ده نجاح البسبوسة. طبعا انا في الوقت ده لازم اغطيها بغطا حلة كده واسيبها شوية. طبعا انا اتأكدت ان هي شربت كده، البسبوسة بتاعتي ناجحة 100%، بس علشان تديني الطراوة او تبقى طرية زي بتاعت الحلواني بغطيها شوية بغطا حلة او بصينية او باي حاجة لمدة 10 دقايق كده، ولما تبرد شوية هنقطعها ونشوف بقية التكات والحركات. وما تنسوش تعملوا السمسمة اللايك. حبايب قلبي يلا بقى نشوف كل التكات والحركات. ايوة بقى هو ده الجمال، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده تحفة ما شاء الله. يلا بقى نقطع حتة كده حلوة، بصوا ما شاء الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ شايفين؟ بصوا بصوا طرية اصلا ازاي، شايفين؟ انا صبي اعلم فيها، بصوا اهو هنطلع حتة. طبعا هي لسه سخنة يعني ما بردتش كفاية، بس انا حبيت اوريكم الجمال ده كله اهو. طبعا هي لسه زي ما قلت لكم، بصوا بصوا البسبوسه بصوا عامله ازاي، شايفين ناعمه ازاي، شايفين الجمال؟ طبعا هي كل ما بتبرد كل ما بتمسك اكتر، شايفين الجمال بقى ولا الطعم؟ مش قادره اقول لكم تحفه، لازم ادوق معاكم بصراحه، مش قادره اقاوم الجمال ده بجد، لازم تحطولي اللايك، تحفة جدا تحفة، لازم تجربوا الوصفة دي وتكتبولي كده في الكومنتات ان انتوا جربتوها، وان شاء الله هتعجبكم لان بصراحة تحفة تحفة تحفة. بصوا الجمال بقى واللون، شايفين كل التكات والحركات تحفة. ايه رأيكم بقى في اللون والجمال والنعومة كده، مش ناشفة ولا حاجة، بصوا شايفين التكات والحركات تحفة. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها كده وتكتبولي في الكومنتات، وما تنسونوش من الدعوة الحلوة وتحطيلي اللايك، وطبعا اللي مش مشترك يعمل اشتراك ويفعل الجرس على كل علشان توصل له كل التكات والحركات دي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وان شاء الله مع فيديو جديد وتكات وحركات سمسمة.